السلام عليكم إخواني، الله يعطيكم العافية. معكم الأستاذ محمد اللحام من معهد دار العلوم. اليوم راح ناخذ المحاضرة رقم 8 بمادة تطبيقات حاسوبية. طبعا بمادة تطبيقات حاسوبية حكينا بالمحاضرات السابقة عن برنامج الإكسن اللي بنستخدمه بالمحاسبة بشكل عام. اليوم راح نخصص المحاضرة الثامنة لبرنامج آخر من مجموعة مايكروسوفت، هو برنامج الوورد. برنامج الوورد بيستأنس فيه المحاسب خلال عمله التجاري. قد يكون بعض الأحيان لنا عمل بتنضيد بعض الأوامر أو بعض المعادلات أو بعض الأمور، فبالتالي بيلزمنا برنامج للتنضيد. ممكن نستفيد من برنامج الوورد بهذا الموضوع. طبعا برنامج الوورد مثل برنامج الاكسل تماما، لما بساوي صفحة مصنف جديد بالتالي بيطلع بهالشكل هذا، نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت. بالتالي ممكن اجيبه انا من خلال نيو، باخذ ريتش، عفوا، مايكروسوفت وورد دوكيمنت. لاحظوا انه برنامج الاكسل اخذه انا نفس الشيء، كمان انا اخذت مايكروسوفت اكسل الورك شيت، فبالتالي كل حساب من حسابات برنامج مجموعه مايكروسوفت قاعده البيانات او الحساب يلي بنفتحه له اسم شكل. يعني بالاكسل عندنا ورك شيت، عندنا بالوورد دوكيمنت، عندنا كمثال في المايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن، فبالتالي عندنا بالمايكروسوفت اكسس داتابيز. فعندنا اكثر من خيار، كل برنامج له واجهه معينه او بطاقه عمل شكل. نحن حنكبس كبستين، ندخل على صفحه المايكروسوفت وورد. راح نبلش مع بعض بالتعرف على برنامج الوورد اللازم لاي محاسب. اوكي، طيب راح يفتح معنا برنامج وورد بهالطريقه اللي شايفينها انتم. طبعا انا منزل 2016 على ما اذكر، 2013 2016، نعم 2016. فبالتالي بالنسبه لاصدارات الاكسل والاكسس والوورد وهكذا، مجموعه باقه اوفيس، يفضل انك تنزل انت من 2010 وانت طالع، 2010 2013 2016 2015 2022. فبالتالي الباقات الحديثه اللي حتى تقدر تتعامل فيها بشكل افضل. طيب نحن مجرد ما فتحنا واجهه برنامج الوورد مثل ما شفنا برنامج الاكسل، كمان نعمل واجهات متشابهه بالمجموعه كلها. راح تلاقوا انه راح يفتح على قائمه هوم بشكل تلقائي اللي شايفينها احنا هون، عم تسبقها دائما قائمه فيل. طبعا لحتى نتعرف على الواجهه من فوق لتحت، في عندنا هون شريط الاختصارات مثل ما شفنا برنامج الاكسل، اضافه للخط الصغير هذا او السهم الصغير. فبالتالي اذا نزلنا على مور كوماندز، فبالتالي كبست عليها رح يطلع لي قائمه بالوورد اوبشنز. الوورد اوبشنز عندنا كثير هون بوبلر كوماندز، كثير عندنا بوبلر. انا اذا بدنا نحن الاول اول كوماندز نحط عليها هي لحتى يطلعوا كلهم، فبالتالي رح يطلع عندنا حجم او كل الاوامر يلي موجوده ببرنامج الوورد. هلا رح تشوفوا كون عددها كبير، بتاخذ وقت لحتى تتحدث القائمه بعكس البوبلر. مثل ما لاحظتوا، لاحظوا القائمه قد ايش صارت واسعه، فبالتالي انا بنزل بنقي البرنامج اللي حابب اعمل له مثل ما بيقولوا اختصار على الشريط فوق، شريط الاختصارات. نرفض انه الاوامر ريدو تقدم، بكبس مجرد ما اكبس عليه كبستين بصير هون. لاحظوا مثلا كمثال، اذا ما بدي اياه بكبس ريموف، ما بدي اياه خلاص، بنزل مثلا على امر ثاني، نرفض، عم ببحث عنه،
لنفرض انه عندي سيف سيف ارض عندي اياها كمثال، سند باكورد كمثال بكرس عليها كرستين، بصير هون طبعا هي القائمة الموجودة هون هي نفسها هون ليك هذا كله تمام، حطيت اللي بدي اياه بعطيه اوكي، بعطيه اوكي لحتى ياخذ الامر ويحط لي اياه هون. لاحظوا الامر عنده ليكو، عفوا الوضع في المؤخرة يعني مؤخرة الصف، حط لي اياه هون منفعل لانه ما عندي. عادة هذا الامر بيكون او باخده لحط حط صورة مثلا قدام صورة او بس صورة للورق تمام. فبالتالي هذا شريط الاختصارات، شريط الاسم، الأوامر الثلاثية، إغلاق، تصغير، لقائمة إبداع، يعني هون ساين أب، ساين إن، دخول على الشبكة طبعا، بنصير برنامج الوقت، ننزل شوي لتحت، في عندنا هون شريط القوائم مثل ما بتعرفوا، شريط قوائم مختلفة اللي بتعطينا أوامر مختلفة، كل القائمة بتعطيني أمر مختلف، نرجع لقائمة هون، في عندنا هون الأوامر اللي شايفينها أنتم بكل قائمة، راح نلاقي أوامر مختلفة تمام. كان المساطر الطولية العرضية عفوا المساطر الطولية موجودة مثل ما كنتم شايفين، في عندنا عدد الكلمات، الصفحة، رقم صفحة من صفحة واحدة من واحد الكلمات ماي اثنين نخوض اثنين إز محمد كمثال. لاحظوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع كلمات. أنا إنجليش يونايتد ستيت اللغات الأم وورد تو جو أوكي. طيب في عندي مساطر، مسطرة طولية، ممكن يصير عندي مسطرة عرضية إذا ضيقت المساحة، في عندي أنا هون التكبير والتصغير بالنسبة للصفحة، لاحظوا الصفحة، في عندي هون كيفية عرض الصفحة، عرض بشكل كتاب، عرض مفتوح، عادة برينت أوت اللي هو عرض الطباعة. طيب نيجي للقوائم، نبلش بقائمة فيل. طبعا قائمة فيل تحوي على عدة أوامر هامة جدا تستعمل في البرنامج بشكل أساسي، مثل عندي الأمر نيو، الأمر نيو هو فتح صفحة جديدة مثل ما شفتوا الصفحة البيضاء، في عندي الأمر أوبن أني أفتح شيء موجود إذا كان مثلا على التخزين السحابي أو عندي على سطح المكتب بدي أفتحه مثل ما تكونوا شايفين. في عندي انفو المعلومات عن كيفية قفل الحماية أو قفل الصفحة وإلى هنالك من أمور، طبعا ما بتمنى بشكل مباشر. الأمر سيف، طبعا الأمر سيف موجود هون، سيف وسيف أز موجود هون. في عندنا الأمر الطباعة، طبعا الأمر الطباعة موجود عن طريق الضغط على كنترول بي أو من هون طبعا، يعني إذا كبست كنترول بي يعطيني برنت، يعني بيجي لي قائمة أوبن. عندي تشير هون نشر، ممكن إني أبعت هذا الموضوع على إيميل معين، قادر عادة بنستخدمه لإرساله للإيميل، طبعا إذا كنت بدي أنشره بشكل مباشر على إيميل معين. تصدير اللي هو بصيغة وورد أو بي دي إف، بيتيح برنامج وورد أن يقوم بتصديره بصيغة بي دي إف، طبعا صيغة بي دي إف تعرفوها هي غير قابلة للتعديل مثل أو بصيغة صورة كتاب الكتروني عفوا، فبالتالي ما بيتم التعديل عليها. في عندي كلوز تسكير مثل ما تكونوا شايفين، وفي عندي اكونت فيدباك اوبشن خيارات
اللي هي شايفينها هون مثل ما شفتوا قدام. اوكي لاحظوا كويك اكسس تول بار اللي هو هون شريط الاختصارات سريعه نقدر نحصل عليه. اوكي طيب سكرنا، نرجع قائمتهم، القائمه الاساسيه قائمتهم، قائمتهم فيها أكثر من أمر، لكن حتى أدخل بقائمة هوم راح أقول له ممكن اكبس كنترول وحرف ال N نيو، أو ممكن يجي لفايل وأقول له نيو نفس الشيء كمان. مع الأيام استخدام البرنامج بيتم عن طريق استخدام الاختصارات، بالتالي بخف استخدام البرنامج وبالتالي يتم استخدام الاختصارات بشكل أكبر. طيب عندنا واجهة قائمة هوم، راح نلاقي الصفحة الرئيسية، راح نلاقي عدة خيارات راح نتعرف عليها من اليسار لليمين. من اليسار مثل ما شفنا بالإكسل عندنا باست، عندنا فورمات، بينتر، وكات كوبي مثل ما تكون شايفين. يعني إذا كنت مثلا كاتب محمد، عملت لها حددتها، أعطيتها حددتها، أعطيت لها كوبي مثلا، أخذت إنتر، إنتر، عملت لها كبست على الباست. لاحظوا حط لي إياها نسخ لي إياها، حط لي إياها تحت. لاحظوا في عندنا هون مسطرتين أو عبارة عن محددات للهوامش. لاحظوا إذا عملت هيك أنا شو بصير؟ لاحظوا شو صار؟ بعت الهوامش وصغرت الهوامش. أوكي كنترول اس، طبعا كنترول اس هي دائما بيتم استعمالها بباقة اوفيس. غالبا الاختصارات الموجودة ببرنامج معين بباقة الاوفيس هو نفس الاختصار الموجود بباقي البرامج. لاحظوا ان انا مجرد ما كويس كنترول اس فتح لي قائمة قال لي انت تحفظ الموضوع باسم معين، ممكن احفظه على سطح المكتب، ممكن احفظه بتخزين سحابي، ممكن بمكان معين ضف لي اياه الى اخره. فبالتالي انا هلا ما راح احفظه، لكن في امر كثير هام جدا هو امر ريسنت. كان نحن كنا حاطين القائمه هم، لاحظوا جينا رجعنا القائمه فيل، نحن القائمه فيل لما اجينا سيف اس نكبس سيف اس، في عندنا امر كثير هام جدا هو امر ريسنت. امر ريسنت هو كنت مثلا عم بشتغل على برنامج معين على صفحه معينه مثلا بالوورد ونسيت وين حفظتها، فبالتالي انا بدي افتح اخر شيء اشتغلت فيه بالنسبه ل الوورد لبرنامج الوورد، فبالتالي بكبس ريسنت بيطلع لي هون، او بالاحرى مجرد ما حطيت ريسنت هون، مجرد ما اخذت سيف از او اخذت ريسنت، فبالتالي بحط لي الاماكن يلي او التسلسل بالنسبه للبرامج. اوكي طيب فبالتالي بيتم حفظ البرنامج هون حسب ما بدكم، يا اما نرجع لورا نرجع للصفحة الرئيسية اللي شايفينها قدامكم.
أوكي. أوكي. فبالتالي عم عملية نسخ لصق، ممكن مثلا ما بدي أنا أنسخ، بدي قيمة كلها من فوق. حطها تحت، فبالتالي بعمل لها كوبي مثلا، ومدي هون بتطلع، عفوا بكرس عليها بحددها. فبالتالي نحددها تحديد، بعدين نكبس كات، ننزل للمكان اللي بدنا اياه، نحط لها بسط، فبالتالي تنتقل بهالطريقة هاي من فوق للمكان يلي بدنا اياه. نكبس كنترول وزيت كالعادة للتراجع، كنترول اس للحفظ، بس ما بدي اياها هذه. اوكي طيب، بعد ذلك ننتقل للفورمات بانتر. فورمات بانتر هي نسخ التنسيق، يعني مثلا كمثال اذا عملت هيك، ثبت الخط، عمرته، حطيت له خط، وجيت مثلا هون بدي اكتب ماي نيم، حددته، بس بكفي اني كفي احدد حرف ولو حرف من هون، باخذ فورمات بانتر، بيجي لهي الجملة، فلاحظوا نسخ لي التنسيق كله مثل ما هو. طيب اوكي طيب، كنت ولا زيد للتراجع، خلينا نكمل. ننتقل بعد ذلك ل المربع المستطيل الموجود هون. طبعا كل مجموعة أوامر مقسمة إلى مستطيلات، فهون عندي المستطيل الثاني وحنتقله أنا لحتى أعرف شو فيه. عندي أنا إذا حددت جملة كاتبها أنا، فبالتالي من هون بقدر أغير نوع الخط، آخذ خط ثاني كمثال مثل ما يكون شايفين. من هون بقدر أكبر الخط، بس لازم أكون محدده من هون. مثل ما تكونوا شايفين، هون عندي هذا الخيار اللي بحدد لي كمثال إنه بدي تصغير حرف كبير أو حرف كبير للحروف. لاحظوا بس أول حرف صغير والباقي كبير حسب ما بدي. حددها، بضل محددها، بيجي لهون عندي المحي. لاحظوا المحي بيمحي التنسيق، لاحظوا محي التنسيق، رمز المحاية. بيجي لا الأمر، يعني هسه بدي كبر شوي هون، أو صغير. هون عنا حرف البي، تعريض، يعطيني تعريض للخط. الاي ميلان، عندي يو تحت الخط،
اوكي، هون بحط خط بنص الكلام. لاحظوا، هون بحط لي فوق السطر، هون بنزل لي تحت السطر، كان بزخر وكبر. هون عندي بيختار لي نوعية الحرف. لاحظوا حتى نادر يبين معنا بالطبع. اتفشى شوي لهون حددها لحتى افرجيكم كيف تتغير. اوكي، سوينا اكتر ما فيها لحتى نقدر مثل ما تكون شايفين. لحظة، حطوا لي، لا لا، ظل تحت. طيب، أو انعكاس، عفوا انعكاس أرضي. أوكي، اوكي، بنكمل. بعد ذلك اذا حددناها اخذنا الخيار هون فهو بيعطيني، لاحظوا مثل ما ايام زمان القلم في المسطرة العريض. اوكي، مثل ما تكون شايف. طيب، طبعا في عدة الوان، فيني اقول له نو كلر، يعني اذا حددت له اياها مثلا، حددت له اياها قلت له نو كلر، روح الكلر. اوكي، طبعا لما احددها مثل بس غير، فيني غير لون الخط مثل ما تكون شايفين. عندي هون مور كلرز، اوكي، نعمل تراجع. بعد ذلك ننتقل ل الاشارات، كمثال انا هون كنت عم بكتب فقرات، فبدي واحد فقره، اثنين، ثلاثه، اربعه، بدون ما اخذ تقييم. فبالتالي كمثال، لاحظوا الدوائر اللي حط لي اياها. اوكي، وبالتالي ممكن نحن هون نغير. لاحظوا بدا غير تنقيط اللي بدي اياه مثل ما لكم شايفين. مثل ما لكم شايفين. طيب،
طبيعي. ممكن نحن يكون مبدي أرقام، مبدي تنقيط، يكون بدي مثلا أرقام أحسب 1 2 3 4 أو تقييم بهالشكل هذا، أو A B C D أو A نقطة أو تقييم روماني أو أحرف إلى آخره. فبالتالي كل الأمور هاي ممكن أستعين فيها أنا نقط مثل ما تكون شايفين. أوكي. فبالتالي ننتقل للي بعدها. ننتقل بعد ذلك للتوسيط. لاحظوا طبعا رح التوسط بده يكون الأصل بالأساس هون، فبالتالي لاحظوا يعني التوسيط بحط لي إياها بالوسط بين الحدين، الحد الأول والحد الثاني اللي هو الكنار الأول والكنار الثاني. أوكي. وبالتالي أنا بدي أوسط ماي نيم، بدي أوسط الكلام، حطهم بين الاثنين. اوكي طيب، فبالتالي ماي نيم بحطها بالنص، بحطها بالنص بين الاثنين، بحطها بالنص بين الاثنين مشان مثل ما شفتوا. اوكي طيب، نفرض انه بدي احطها بالنص. تمام طيب، مثل ما شفتوا هون في عندي شيء اسمه كشيدة، كشيدة وسطية بالنسبة للكلام. يعني إذا كنت عم بكتب مثلا ماي ماي إلى آخره، كذا 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 كذا، أنا بكتب شو ما كان. طبعا طيب لاحظوا أنه هون عندي الخيار وقف كتابة ونزل، نزل لتحت. طب أنا شو بساوي؟ باخد كشيدة، بيعطيني كشيدة كبيرة، فلاحظوا ما طلي الكلام بحيث يجي لحد هاد. يعني عادة لما بكتب أنا، عادة لما بكتب الكلام ما بيكون واصل للحد اللي شايفينه هون، للحد اللي موجود هون. فبالتالي شو بسوي أنا؟ بحط له هاي الكشيدة، بطلب منه هاي الكشيدة، فبالتالي الكشيدة بشد لي الكلام، بشد لي الكلام، بشد لي إياه لحتى يوصل للحد مثل ما يكون شايفين. وهذا بيعطي جمالية إذا كنت عم بكتب أكثر من سطر. طيب بنكمل مع بعض. نكمل مع بعض. كمل مع بعض. عندي هون خلص عملت له كشيدة، عملت له كشيدة ما أو مطيت الكلام لآخر السطر. فبالتالي لاحظوا إنه الفرق بين السطر والسطر كثير، السطرين كثير مع بعض. فبيجي هون بقول له وسع لي المسافة بيناتهم بحيث تكون 2 سم، سنتين ونص، 3 سم، 4 أقل، صغر لي. فالمهم مثل ما تكون شايفين، خلي حدود خلي فرق بيناتهم عن طريق لاين اند باراجراف سبيسينج. طيب
عندي انا هون اتجاه الكتابه، طبعا انا طالما بكتب بالانجليزي فباخذ اتجاه الكتابه من اليسار لليمين ليفت تو رايت، اما لو بكون بكتب بالعربي باخذ اتجاه الكتابه رايت تو ليفت. ليش؟ كمثال هلا انا عم بكتب بالانجليزي، اذا كان كمثال حاطه هون مثل ما يكون شايفين، ليكو شو صار، حط لي باليمين. انا لما اكتب مثلا كمثال، ها راح ارجع اكتب لتحت، قول حاخذ اتجاه الكتاب من اليمين لليسار، قول كمال كمال. المفروض انا طالما مكتوب من اليسار لليمين اني انا مثلا قال له اعطيني تنقيط يحط لي اياه باليسار، هو حط لي اياها باليمين. ليش؟ ليش؟ لانه اتجاه الكتابه هون من اليمين لليسار، من اليمين لليسار، من اليمين لليسار. فبالتالي انا بعكس اتجاه الكتابه حسب، بعكس اتجاه الكتابه حسب يلي بدي اياه. اوكي بنكمل مع بعض. طيب كمل مع بعض، وصلنا لعند اتجاه الكتابة يمين أو يسار. لاحظوا أوكي. طيب في عنا بعدين الكتابة من فوق لتحت، طبعا هي بتصنيف بالنسبة للباراجراف، نحن ما حناخذها، رح ناخذ الخيارات العادية أو البسيطة. في عنا هون خيار الملأ مثل ما تكون شايفين، خيار الملأ. في عنا خيار اللي جاي من الإكسل، هو تحديد، تحديد بالنسبة، لاحظوا أسفل يمين شمال فوق تحت. بالنسبة ل هل بالنسبة للفقرات، أوكي في عندنا هون ننتقل بعد ذلك لا خيار نوع الكتابة. نختار نوع الكتابة مثل ما تكون شايفين. أوكي. الأمر اللي بعده هو فيند اند بليس كالعادة. ماي. ماي نيم از محمد. راح اخذ فيند فيند اند بليس مثل الموجود بقائمة اكسل تماما، برنامج الاكسل. فيند جبني يعني لحظة حدد لي اياه. فند نكست الآلة ثلاثة، فند الآلة الأولى الآلة الثانية. لحظة عم يحدد لي كل ما الآلة واحدة بحدد لي اياها، كل ما الآلة واحدة بحدد لي اياها. هي بالنسبة للأمر فيند، فيند أند ريبليس عم أقول له كمثال حط لي إلني نيم، حط لي بدالها نيم بحروف كبيرة، فبقول له ريبليس أول، راح يقول لي بيعطيني النتيجة شو صار بالتبديل. فهون قال لي أول داون وي ميد ثري ريبليسمنت، سوى ثلاث تبديلات، وهنا فعلا هون هي وحدة كانت هون وهي وحدة وهي وحدة. بعطي كلوز أوكي أمور تمام، بنكون خلصنا نوعا ما من القائمة الأولانية. خلصنا من القائمة الأولانية. القائمة الثانية اللي هي insert، قائمة insert اللي هي إدراج. طبعا القائمة insert أو القائمة إدراج القائمة insert أو القائمة إدراج
طبعا انسرت يعني عباره عن ادراج. فاول شيء عندي ادراج كوفر باك، او ادراج غطاء، ادراج غطاء مثل ما تكون شايفين. عاده لما بسوي كتاب او امر او اي شيء بحط له غلاف، فالغلاف دغري بحط لي اياه هو كوفر غطاء، بعدين ببلش لي هون، ببلش بعد هون بانك باك مثل فاصل، وورقه عفوا ورقه فاضيه. لاحظوا وبالتالي ممكن انا احيانا بيتم وضع ورقات فاضيه بين مثلا الصفحه، بين الغلاف وبين الصفحه الاولى والثانيه الى اخره، فبالتالي هيك بيتم وضع. بعدين وضع فواصل هون مثل ما يكون شايفين، فاصل بيك فاصل بيناتهم، طبعا ما نستعملها هي كثير. عملت تراجعنا ورجعت للصفحة الأولانية. طيب عندي إدراج تيبل، انسيرت، خلينا انسيرت، أنا راح أنزل لهون، طبعا انسيرت تيبل، حكبس له تيبل، بحيث لي عدد الخانات اللي بدك إياها. راح اقول له كمثال ست خلايا بسطر واحد، سطرين، حسب ما بدي انا، حسب بدي الخلايا، حسب ما بدي بختار، حسب ما بدي مثل ما تكون شايفين. مجرد ما كبسته وحطيت الاوكي، فبيطلع لي دغري التنسيقات بالنسبه للجدول، فبيقول لي عندك هذا، عندك هذا، عندك هذا، عندك هذا، عندك هذا، نسق اللي بدك اياه. فبالتالي بالنسبة للملأ بيعطيني اياه، بالنسبة للخطوط بيعطيني اياه، بالنسبة مثل ما تكون شايفين هي خط بقدر اختاره، لكن انا ما حضر يعني ما راح اتراجع عن اختيار الجدول، اتراجع عن اختيار الجدول. راح اخذ بيكتشر، راح اختار او راح اضيف بيكتشر من هذا من هذا الديفايس. طبعا عادة البوزيشن بغير انا عفوا اتجاهها، لكن بحاول انه طبعا بكبس عليها كبستين لحتى مثل ما شفتوا انتم، باخذ لها ويب تكست، باخذ لها ويب تكست لحتى اقدر اتحرك فيها، لان انا اذا ما اخذت لها ويب تكست بالتالي بتضل جامده بمحلها، لاحظوا ما عم بقدر احركها، فانا باخذ له ويب تكست وين ما حطيتها يعني. بس هنا طبعا انا اخذت ويب تكست، قلت له حط لي اياها خلف النص، قلت له حط لي اياها خلف النص مثل ما يكون شايفين، خلف النص مثل ما يكون شايفين. ممكن هون بيهايند تكست، ان فرونت اوف تكست، او قدام النص، وبالتالي لحظه صارت قدام وصار فيني حركه يمين شمال. طبعا من خلال هدول الدوائر فيني احرك فيها قلبها، ممكن اقلبها كمان، لاحظوا يمين شمال، في من خلال الدويرة هاي نقلبها. اوكي، إذا بالفعل حركة. طبعا عندي هون أنا اختيار الإطار بالنسبة للصورة بالشكل المناسب بالنسبة لإلي، ممكن آخذ له البيكتشر بورد لون الإطار يختلف، ما كنتوا شايفين هون، ممكن إنه نقي الإطار متوحش، لاحظوا سوينا إطار متوحش إلى آخره. Insert Photos Picture، أوكي في عنا إدراج الشات، بس نحن ما حناخده وما حندخل فيه، دخلنا فيه بالإكسل. هو إدراج الشات أو إدراج مدرج، طبعا المدرج ادراجه او استخدامه برنامج اكسل هو افضل من استخدامه ببرنامج الوورد، لانه التعامل بالارقام هنيك بصيغه رئيسيه. فبالتالي رح نتجاوز واخذنا رح نكمل باخذ اهم الامور. سكرين، رح ناخذ لقطه شاشه مثل ما شفتوا، طبعا هذا الامر موجود بال 2016. لاحظوا هاي رح اعمل لها وورد ان فاونت اوف تكست، لاحظوا طبعا في عندي امر كروب كثير مهم. الامر كروب هو الامر
بأغلب البرامج كروب يعني قص، فبالتالي أنا مثلا هاي الصورة كلها بدي بس مثلا شقفة صغيرة منها، فبالتالي بعملها هيك، أنا بعملها هيك بحدد اللي بدي إياه، بكبس برا، باخذ بس جزء صغير من الصورة، طبعا مثل ما لكم شايفين أخذته، أقوم أعالج فيه وبحط له إطار كبه زغا، بستعمله بالطريقة يلي بدي إياها. أوكي اوكي نكمل مع بعض. بعد ما خلصنا بكروب، اخذنا كروب، انتهينا من الكروب انتهينا من الكروب، ننتقل للقائمة اللي بعدها، واللي قائمة بعد القائمة انسرت، قائمة ديزاين. قائمة ديزاين يعني قائمة تصميم، ديزاين يعني تصميم، فبالتالي تصميم الاشكال، ملء، وضع، في عندنا ووتر، ووتر مارك واللي هي العلامة، علامة مثلا ممنوع أحيانا العلامة المائية بيقولوا لها، بيحطوها عادة مشان ما ننسخ النسخة، أو بيحطوا اسم الشركة بخلفية الوراء، فبالتالي عندنا أكثر من أمر، لكن هون شوي بالنسبة لهم الوقت عم تاخذ وقت، فبالتالي راح تاخذ وقت، راح نفتحها. فبالتالي من خلال هاي القائمة، طبعا دور الورك ووتر ووتر مارك على المائية، رح ننتقل لباك كلر، هي بخ الصفحة، فبالتالي لاحظ الصفحة صارت كتابة فيها بألوان أخرى. اوكي نكمل مع بعض.
اللي اوت طبعا فيها بعض الخيارات الهامه اللي هي مثل مارجنز، واللي هي الحواف او الاطار، او عفوا بالنسبه ل بنسميه نحن الكورنر او الزوايا. فبالتالي بخلي مثلا بخلي مثل هون مالكم شايفين، بخليه 2 سم او 3 سم او 4 سم هون 4 سم هون. فمن خلال هون بقدر ازخر هالامور هي، خاصه لاحظوا عند الطباعه، فبالتالي بخف من هون مشان تكتر الكتابه. باخذها من هون، في عندي هون اتجاه الصفحه هي عباره عن افقي وعمودي، افقي وعمودي، افقي وعمودي. لاحظوا انقلبت افقي، انا بدي اياها عمودي. وارتباط بارت بورتريت، عندي لاندسكاب، فانا بدي اياها بورتريت يعني عمودي. طب الثاني عمودي، صار عندي انا اتجاه العمودي مثل ما لكم شايفين. طيب عندي السايز هو الحجم، عاده احنا بناخذ A4 حسب الطباعه. احيانا نكون بدي اطبع على ورق A3، طبعا A3 هي دبلين A4 بالعرض، فبالتالي ممكن انا اني اكتب على ورق A3 A4 ب ليجال ليتر، كل وحده A5، كل وحده الى يا الشكل. فبالتالي حسب الورقه يلي بدي صمم لها بكتب عليها، فبختار شو اسمه القياس. عاده هون انا بكتب على A4. الكلاونز هو عباره عن اعمده، يعني مثلا بكون انا عم بكتب هون بيعمل لي هون بيقطع لي الصفحه مثلا عمود باثنين او عمود اثنين ثلاثه اربعه، بحيث انه مثلا بكتب هون هيك بيخلص اول عمود، بكتب ثاني بيخلص ثاني عمود، بيخلص ثالث عمود، وهكذا. يعني عباره عن تنضيد للصفحه. لاين نمبر، لاين نمبر في عندي هون مثل ما تكون شايفين اعداد الاسطر، فبالتالي هدول ما بيهمونا. الهايبر لينك رابط صفحه بصفحه كمان هي ما بتهمنا. في عندي هون سبيسنج يمين شمال هو تحت. بالنسبة للفقرات، لو طلع محاول أنا قدر الإمكان إني أنا آخذ اللي أعطيكم الشيء المهم بالبرنامج. تمام، بحط الشاحن. بنكمل مع بعض. في عندي فينسز او قائمة مراجع، قائمة مراجع هالقائمة مهمة كثير. بحيث انه انا حط مرجع وخلافه، لكن ما حندخل فيها. عندي قائمة فيو طبعا كمان ما حندخل فيها، ما كل الأمور نحن رح ناخذها بالبرنامج وورد، فقط الأمور اللي بنعتازها ب أو تفيدنا ببرنامج الإكسل. طيب بهالطريقة هاي، طبعا هنا في عندي إظهار المساطر أو إخفاءهم ريجولار، في عندي جريد لاينز أو الشبكة ما بنستعملها بالعادة. في عنا هون البحث إذا كانت الرولر المسطرة مو موجودة، ف بنرد بنعملها مثل ما تكون شايفين. طيب طبعا الهدف إخواني من استعمال برنامج الإكسل هو الاستفادة، من الأوامر اللي موجود بهذا البرنامج، ومن أجل القيام بالعمليات المحاسبية مثل ما حكينا. وقد نضطر أو قد يضطر المحاسب أحيانا إلى صياغة بعض الأمور بصيغة خطية أو بصيغة كتابية، فبالتالي أنا المطلوب إني أعرف كيف بدي أنضبط الأمور هاي. برنامج الوورد برنامج كثير هام لهالمواضيع هاي. بتمنى إنه أنتم تدرسوا هالمحاضرة منيح لحتى تستفيدوا منها. هذا كان ملخص سريع لبرنامج الوورد. المعلومات الموجودة فيها طبعا شوي شوي ممكن تتعرف عليها مع الأيام عن طريق الاستعمال، لكن أهم الأوامر لحد ما تستفيدوا من برنامج الوورد كمحاسبين إن شاء الله بكون أعطيكم إياها.
بتمنى تكون المحاضرة مفيدة بالنسبة لكم، بتمنى إنه تستفيدوا منها بحياتكم العملية وبمواردكم. الله يعطيكم العافية، بتمنى إنه إن شاء الله نلتقى بالمحاضرة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين بترككم بأمان الله وحفظه، بأمان الله وحفظه، الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.